تقريبا وصلنا عند الصفحة دي تقريبا. لغاية، لا لغاية الصفحة دي، الجزئية دي. ايوه دي مست. تمام، يعني النهاردة إن شاء الله هنخلص آخر حاجة في القصة. القصة أصلا ماشي عندك ترم ال لحظة، هو من صفحة 144، القصة عندك 22 فصل، احنا عايزين ناخد 11 فصل، يعني فضلنا العاشر والحداشر، فضل الفصل ده وفصل بعده كمان. ماشي، الفصل ده وفصل بعده كمان. امبارح كنا وقفنا عند ان مستر تروتوود ومستر ديك، الراجل اللي كان قاربها ده، الراجل الغريب اللي كان قاعد معاها، فجأة لما بيجيتي وديفيد روحوا على البيت، فلقيوا ان الاثنين دول جايين البيت، عند هما في البيت بتاع بيجيتي وبتاع ديفيد. فهما الاثنين استغربوا ايه اللي جاب، هي المفروض عندها منزلها وقاعد معاها مستر ديك، دي حاجة غير متوقعة، ايه اللي جاب الاتنين دول هنا؟ هي كانت سألت سؤال وقالت له انت اكيد عاوز تعرف انا جايه هنا ليه، وليه احنا، وليه انا قاعد على الحاجات الامتعه والشنط بتاعتي كده. فهو قال لها عاوز اعرف، هو مش عارف، مش قادر يخمن، unable to guess. طب نشوف هي جايه ليه او ايه السبب. فقالت له ايه؟ because it's all I have. قالت له انا جايب معايا الحاجات دي وقاعد عليها كده لأن دي كل حاجة أمتلكها. Because I'm ruined. لأن أنا اتدمرت. Ruined؟ إيه اللي دمرها؟ حياتها اتدمرت إزاي يعني؟ Because I'm ruined, my dear. All I have in the world is this room except a cottage in Dover. كل ما أمتلكه في العالم يكون في هذه الغرفة. كل حاجة أمتلكها، كل حاجة بالنسبة لي أو كل حاجة ملكي هي الموجوده دي، شويه الشنط والحاجات دي بس هي اللي انا امتلكها. In this room, except the cottage in Dover which is being rented. ما عدا عندي كوخ في دوفر بأجره. يبقى عندها كوخ ودي الحاجات بتاعتها. برضه لسه مش فاهمين ايه اللي السبب في كده. We mustn't let this frighten us, my dear. We must live down the misfortune trot. And you must be strong and self-reliant. فهي قالت له، هي بقت فقيره طبعا، مفيش مصدر للدخل، بس في سبب مهم جدا هنعرفه كمان شويه. فهي قالت له لازم ان احنا بقى نعيش او نستحمل الوضع ده يا تروت، وانت لازم تبقى قوي ومعتمد على نفسك، سيلف ريلاينت. فهو بيقول I could hardly have received a greater shock. يقول انا كنت ما عمري هاخد صدمه اكبر من كده، هي صدمتني فعلا. فهي قالت، هي بتكمل بقى كلامها، تقول Dick knows it, laying her hand calmly on my shoulder. وهي قالت له وديك عارف الوضع اللي احنا فيه دوت. We will need a bed for Dick tonight. وعاوزين سرير لديك ده. Perhaps to save expenses you can make up a bed for me. وعشان نوفر شوية في التكاليف أو المصاريف، فأنت ممكن كمان ترتب لي أنا كمان سرير. Anything will do just for tonight. سرير أي حاجة يمشي حالك الليلة بس. As soon as I recovered from my amazement، ومجرد أن تعافيت من الصدمة أو الاندهاش ده، at my aunt's words I suggested a place I knew of where Mr. Deck could rent a room. أنا اقترحت كده مكان على مستر ديك ممكن نأجر له فيه أوضة وينام فيها. ماشي. It was أو as it was growing late، الوقت أصلا كان متأخر. I let Mr. Deck to the morning
to the rooming house. أنا خرجت كده أنا ومستر ديك إلى منزل الاستقبال. He was carrying his great kite at his back. كالعادة هو شايل معاه الطيارة بتاعته. أنا عارف إن هو راجل كبير، أنتوا عارفين إن هو راجل كبير، بس هو راجل غريب شوية. يعني ردود أفعاله غريبة، بيمشي في الشارع راجل كبير كده ومش في الشارع، وشايل معاه طيارة لعبة. طيارة ورق كده هو اللي عاملها. فأنت أكيد لو شفت المنظر ده هتضحك أكيد يعني، أو أكيد هتقول كلمة تضحك تتريق عليه أكيد. فهو راجل غريب شوية. هو رايح بقى يشوف مكان بيستقبلوا فيه الناس الغرباء والضيوف، يتأجر له أوضة هناك عشان نعدي الليلة يعني. ماشي. When I had him settled, I returned to my rooms. لما قعدته كده في الأوضة بتاعته، رجعت للغرفة بتاعتي to find my aunt pacing up and down. لقيت إن رجعت لعمتي أتكلم معاها، فلقيتها كده مش مستقرة، مزاجها مش مستقر. She told me that she and Bigoty had been talking about my engagement door. ولقيتها كمان بتقول لي على فكرة أنا وبيجتي اتكلمنا عن خطوبتك لدورة، حتى فانا المرة اللي فاتت ان هو خطب دورة اصلا من غير ما يقوله لابوها. كنا بنتكلم انا وبيجتي عن خطوبتك لدورة. فهي قالت so you fancy yourself in love، انت حابب نفسك كده، مبسوط من الحب اللي انت بتعمله مثلا. فقال لها fancy and as red as I could be. فقال لها ايوه انا مبسوط جدا، ما كنتش اتخيل ان انا ممكن احب دورة كده. I adore Dora with my whole soul. أنا بحب دورا من كل قلبي. We are young, I know. إحنا صغيرين أنا عارف. And perhaps we might appear foolish to others. ممكن يكون شكلنا أحمق تجاه الآخرين، في نظر الآخرين. يعني ممكن يكون شكلنا عبيط بالنسبة لهم. ايه افتح بعد الحصة حصل ليه بس؟ سامعني كده يا شباب؟ انا مستر سامع حضرتك. تمام. طيب فمس بيتسي او مس تروتوود بتكلم في ديفيد، فديفيد بيقول لها ممكن يكون شكلنا احمق شويه في نظر الناس التانيين، ولكن we love each other truly. احنا بنحب بعض بصدق، فعلا بنحب بعض. Aunt Betsy smiled sadly and muttered. فهي ابتسمت بس ابتسامه فيها حزن شويه. بدأت تتكلم وتقول ايه؟ well may come to nothing. الحب ده ممكن يصل إلى لا شيء. But then there is time of one these days for it to come to something. ممكن فيما بعد يوصل لحاجة. تتكلم بطريقة غريبة شوية، تقول دلوقتي هو مش حاجة، ممكن بعدين يبقى حاجة. يعني تقصد إيه الست دي؟ تتكلم بطريقة غريبة شوية كده. هي تتكلم برضه بطريقة شبه مستر ديك، برضه طريقة غامضة شوية كده. I was pleased at least that there was a small bit of affection in her words. انا كنت مبسوط على الاقل ان في شويه عاطفه في كلامها. يعني هي قالت اه ممكن يوصل للا شيء دلوقتي، بس بعدين ممكن يوصل لحاجه، ممكن تعملوا بيت مع بعض كويسين، انتوا صغيرين في السن طبعا. فهو كان مبسوط على الاقل في شويه عاطف في كلامها. So I thanked her for all her kindness to me and went to bed. فانا شكرتها ورحت انام. But I couldn't sleep. ولكن لم استطع النوم. Wondering miserably if my poor circumstances will change Mr. Spindler's mind about permitting Dora to marry me. أنا طبعا طول بفكر يا ترى ظروفي الفقيرة دي. أنا هو تعرف طبعا هو مش بيشتغل، لحد لسه بيتدرب، لكن بيفتكر بقى، بيتخيل مع نفسه يا ترى ظروفي الصعبة دي ممكن تقدر أو ممكن أقدر أغير رأي مستر سبينلو اللي هو أبو دورا وأقنعه إن هو يزوجني بنته. When you told him that is يعني لما اقول له، اقول when we told him that is لما اقول له ان انا عاوز اتجوزها. يعني هو اصلا زي ما انتم عارفين ما قالوش اي حاجه، ما اتخطبوا حد. ماشي. Since I was earning nothing while I was getting my proctor training. ده تعرف ان هو طبعا بيتدرب عشان يكون proctor، اللي هو بنسميه agent، يكون وكيل للاعمال، يكون مثلا واحد مشهور فهو بيكون بيخلص له الشغل، فبنسميه بروكتر، وكيل الاعمال. فهو بيقول انا مش بكسب حاجه، انا بتدرب. How would I
كوردورا and still help my aunt too. يقول إزاي أنا ممكن أتزوج من دورا وأنا لسه بساعد عمتي كمان، يعني لازم دلوقتي أقدر أساعد الاثنين، طبعا ده حمل عليه. The next day was no better. اليوم اللي بعده ما كانش أفضل من اليوم اللي فات. I faced Mr. Spinlow and his partner Mr. Jorkins. وكان بيتدرب مع الاثنين دول، مع مستر سبينلو ومع مستر جوركنز. الاثنين دول اثنين بيدربوا الناس يبقوا بروكتورز. قلنا بروكتور معناها وكيل اعمال. وطبعا مستر سبينلو ده اللي عنده ده اللي بنته دورا اللي ديفيد عاوز يتجوز منها، او اللي خطبها مع نفسه كده من غير ما يقول الراجل ده. فالاثنين دول كان شركاء في الشغلانه بتاعتهم. And explained my financial problem. وأنا شرحت لهم المشكلة بتاعتي، المشكلة المالية. That I would have to cancel my training. وقلت لهم أن الحاجات اللي الفلوس ممكن تضطرني ألغي التدريب، مش هكمل تدريب. Which my aunt had been paying for. وعمتي كانت بتدفع فلوس التدريب، دلوقتي مش معاها فلوس. هكمل تدريب إزاي؟ Neither man offered to let me stay or even to return the 1000 pounds my aunt had advanced to them for my training. لكن الناس دي كانت ناس غريبه شويه. ولا واحد فيهم، ولا سبينلو ولا جوركنز، عرض على ديفيد ان هو يفضل يتدرب، وكمان مش عرضوا عليه يرجعوا له ال 1000 جنيه اللي كانت عمته دفعتها مقدم التدريب. اللي هو انتوا ايه؟ يعني رجعوا لنا فلوسنا طيب؟ لا. ولا جزء منهم حتى؟ لا. As I walked home from the office trying to plan for the worst money shortages. يقول هنا انا راجع البيت طبعا بخطط هعمل ايه في المشاكل دي. طبعا shortage يعني نقص الاموال الرهيب ده، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ فبيقول هاكني كاب ستوب ات ماي فيت. لقيت فجاه كده في عربيه شكلها لحد ما كويس وقفت كده عند رجلي، العربيه دي كده. I looked up and saw the one face that always brought happy smile to my face. لقيت الوجه اللي كان دايما بيبسطني. طبعا انتوا عارفين هو كان صديق لاجنس، اجنس اللي هي بنت مستر ويكفيلد اللي هي في الفصول اللي فاتت. اجنس هو كان بيعتبرها افضل صديقه له في العالم، مش كان حب بس كان صداقه، وصداقه قويه جدا. فالبنت دي كانت بتخاف عنه على طول. فاول ما شافها قال اوه اجنس وات ا بليجر تو سي يو، يا لها من متعه لكي اراك. If I could have had one wish، لو كان بإمكاني الحصول على أمنية واحدة، it would have been to talk to you. كانت أمنيتي هتبقى إنها أتكلم معاك. She got out of the cab، خرجت كده من العربية دي. And as we walked, she explained that she had come to London to see my aunt after learning of her financial problems. فهي قالت لي أنا جاية لعمتك عشان أتكلم معاها عن مشاكلها المالية. For Agnes and Aunt Betsy had been very fond of each other since many years. طبعا اجنس هي وانت بيتسي الاثنين دول تقريبا كان اجنس من الناس القليلين جدا اللي بيحبوا انت بيتسي. انت بيتسي مش هتحب اصلا، يعني هي ست اصلا، وهي ما كانت في الاول القصه ست مكروهه جدا، القصه كلها كانت بتكرهها. اجنس الوحيده من القلائل اللي كان بيحبوها، فهي كانت بتحب انت بيتسي. She was with her father and Uriah Heep. طبعا انت بيتسي كانت مع ابوها ومع يوريا هيب في الشغل. هي كانت بتدفع وكان بيدير شغلها، مستر ويكفيلد كان بيدير شغلها. لا الموضوع عادي جدا يعني قصتكم فيها حوارات شويه تحسوها فعلا كبيره عليكم شويه، يعني القصه فعلا حاسسها ان هي المفروض كان يختصروها شويه او يعدلوها شويه. انا كان رايي كده فعلا يقدم القصه، المفروض كان عندنا قصص العربي مش لغات بتتعدل، يعني قصص Great Expectations مثلا او قصه Prisoner of Zinda بتتعدل عشان تناسب المرحله وتناسب الناس. يعني في جزء مثلا في Prisoner of Zinda كان الملك اتسمم من الخمر، فالقصه المعدله خلاها تسمم من الكيك عشان نخليها ايه مناسبه للثقافه بتاعتنا مثلا. فالقصه هنا فعلا تحسها فيها حاجات وتفاصيل مش تهمك قوي يعني، بس هنعمل ايه، انا بقراها معاك عشان تبقى انت عارف كل التفاصيل اللي فيها. المهم اجنس وانت بيتسي الاثنين دول كان الاثنين على علاقه جيده ببعض.
كانوا مش كان بتكرهها يعني. Agnes sadly told me how she had little chance to be alone with her father now. Agnes طبعا زي ما احنا عارفين ان ابوها مستر ويكفيلد كان راجل بيمر بأزمة صحية كبيرة جدا. يوريا هيب كان بيستغل الفرصة، هو شغال معاه بس كان بيستغل الفرصة ان هو عاوز يسيطر على الشغل كله. فدي الفكرة لغاية دلوقتي يعني. فأجنس بتقول ليه أنت بتسي ان ابوها بقى عيان جدا وصحته فعلا بقت تدهور زيادة عن اللزوم. For يوريا هيب hadn't only become Mr. Rickles' business partner. يوريا هيب لم يصبح الشريك فقط. But he had moved into their house as well. ولكن ده جه يعيش معانا في البيت كمان. يوريا هيب اعتبر البيت بيته والشغل شغله. يعني تحس ان يوريا ده سيطر على بيت اجنس وسيطر على ابو اجنس وعاوز يتزوج من اجنس نفسها كمان. اللي هو الشخص ده. افتكر اسمه ده كويس، يوريا هيب. فطبعا بدأت اجنس تتكلم مع ديفيد. لا بصراحة عشان الصوت اللي جنبي ده. طيب لو قلنا كده ان يوريا هيب ده بيحاول يسيطر على كل شيء، يعني تحس ان هو عاوز ياخد كده شغله وعاوز ياخد يقعد عندهم في البيت ويتزوج من بنته ويصرفوا عليه غريب. ايوه يوريا هيب ده فعلا تحسه حاجه غريبه يا يوسف. المهم تشارت اجنس بتتكلم بقى ديفيد، هما طبعا خلاص بيدقوا له تشارت. تشارت I fear that Hebe is planning some fraud or treachery against my father. قلت له انا خايفه يكون ديفيد ده بيخطط لخيانه او نصب ضد والدي، بينصب عليه، عاوز يخونه، يحتال عليه، يغش. She added trembling yet I pray that I'm mistaken. بتقول انا بدعي ان انا اكون غلطانه، بس واضح ان يوريا بيخطط ان هو يضحك على والده وياخد شغله كله. هتعرفوا بقى ان يوريا هيب هو السبب ان انت بيتسي تبقى فقيره. يا ازاي انت بيتسي شغاله مع مستر ويكتل ابو البنت دي، وفي فلوس او فلوس بتاعتها كانت بتستثمرها في شغل تبع شغل ابو اجنس. فطبعا مين اللي بيدير شغل مستر ويكتل ده ابو اجنس؟ يوريا هيب دلوقتي هو مسيطر على الشغل، فهو كان السبب ان هو يسرق كل الفلوس بتاعت مستر ويكفيلد اللي هو ابو اجنس اللي فيها او منها جزء تبع ان بيتسي. يعني كده عشان ممكن تلخبطوا معايا. اول حاجه انا عندي دلوقتي ايه، شخص اسمه مستر ويكفيلد. مستر ويكفيلد ده كان عنده بنت اسمها ايه، اسمها اجنس اللي قدامكم في الصوره دي. طيب واحنا دلوقتي بنتكلم عن مس تروتوود. مس تروت او مس بيتسي. مس بيتسي دي او مس تروتوود كان معاها بعض النقود، بعض الفلوس، قالت تستثمرها مع مستر عدل كده ار، قالت هتستثمر فلوسها مع مستر ويكفيلد. ماشي، مستر ويكفيلد ده دلوقتي اللي مشغل الشركات بتاعته وفلوسه كلها مش هو، ده واحد تاني اسمه ايه؟ اسمه يوريا هيب. يوريا هيب. يوريا هيب بقى عامل ايه؟ عمل ايه الراجل ده او الولد ده؟ يوريا هيب سيطر على كل الفلوس، على كل الشركات، و زور ورق كتير كده عشان يسرق كل فلوس مستر ويكفيلد. طب ما هو مستر ويكفيلد في جزء من امواله
بيستثمرها لمين؟ لميس تروتوود. فإذا ده أو يوريا هيب ده هو السبب إن ميس تروتوود تخسر فلوسها كلها وترجع فقيرة وتيجي تعيش عند ديفيد. وطبعا أجنس بنت مستر ويكفيلد. أكيد أي ثينك أنتوا فهمتوا كده العلاقة بين الأشخاص دي إيه. تمام؟ مع شباب؟ مع حضرتك يا مستر. ايوه والله يا ادهم القصه مليانه اشخاص فعلا، بس يعني احنا بنحاول نكررها عشان تفتكروا الفكره، يعني تعرفوا الفكره، لكن قصه مليانه احداث صراحة فعلا. عجبتني القصة، الايه قصة جميلة الصراحة. القصه حلوه بس مشكلتها ان هي فيها اشخاص كتير والاسماء تلخبط، أيوة كل شويه يطلع لك أيوة اسم صح، جديد، كل شويه اسم جديد، كل شويه اسم جديد. هي ماشي ممتعه لكن فيها فعلا حاجات كتير كده، ما علينا. المهم يوريا هيب ده زي ما قلنا شخص مش كويس، فكان هو السبب ان اصلا مستر روتوود تخسر كل فلوسها، لان مستر روتوود كانت بتستثمر الفلوس على مستر ويكفيلد، وطبعا يوريا هيب بقى البارتنر بتاعه او يعتبر بيسيطر على كل شغله، واجنس هي بنت مستر ويكفيلد. ماشي. فبيقول هنا هي بتدعي بقى، اجنس تقول انا مستر ادعي. هي اكس اجنس بنت ولا؟ انا كنت فاكرها ولد طول الوقت ده. لا، ده اجنس دي صديقة ديفيد المقربة، دي بنت، دي بنت مستر ويكفيلد، دي بنت الراجل ده. طيب حلو ان انا كتبت طيب عشان برضو كويس، عشان حلو ان انا كتبت الحاجات عشان تفتكر، عشان بعض الناس اللي تايهه تبقى عارف اجنس دي البنت صديقه ديفيد اللي هو بيحكي لها كل حاجه، لكن خد بالك ديفيد بيحبها كصديقه. ديفيد خطب واحده تانيه اسمها مين؟ اسمها دورا. دورا مين؟ بنت مين؟ دور مستر سبينلو. مين مستر سبينلو؟ انا عارف الاسامي كتير، انا عارف. مستر سبينلو، بس اللي هو اسمه ده اللي بيدرب ديفيد هو مستر اللي جوركن. بيدرب دي ايوه هو جوركن واحد تاني اسمه مستر جوركن. يا على الاسامي جوركن حلو. حوار سبينلو ده حلو، حوار سبينلو. اللي ايه هي كانت شغلانة ديفيد، كانت هي مستر بروكتور، بيتدرب عشان يكون بروكتور اللي هو ايجنت اللي هو وكيل اعمال، دي الوظيفة بتاعته. بروكتور دي وظيفة ديفيد. تمام. هو بيتدرب بقى مع الاثنين دول مستر سبينلو ومستر جوركنز عشان يكون بروكتور، بس سبينلو ده كان عنده بنت اسمها دورا. ديفيد خطب دورا من غير ما سبينلو يعرف، فاكرين الحصة اللي فاتت اللي هو بيخطب يا بنت، مستر، يخطب بنت لما واحد من غير جيب قعد يتنط. من غير اصلا ما الكلب، ايوه من غير ما من غير ما يقول لابوها، يعني راح يخطب بنت من غير ما يقول لابوها اصلا، والبنت وافقت. الاغرب ان هي وافقت. مهم بيقول هنا ايه، when we arrived at my rooms، عندما وصلت الى الغرفه بتاعتي، Miss Betsy welcomed Agnes lovingly and began confiding our misfortunes to her. بدأت طبعا اجنس تتكلم مع انت بيتسي، بدأت تطمنها على سوء الحاله الماليه اللي احنا فيها. And for the first time I learned exactly what had happened to my aunt's money. It seemed she had invested in some bank stock upon the advice of the firm of Mr. Wickfield and he. هو بدأ يقول انا عارف بقى المشكله كان فين. ان انت بيتسي استثمرت فلوسها في بنك ما بناء على نصيحه مستر ويكفيلد وهيب. اتنين اصحاب قالوا انت هتستثمري فلوسك في البنك ده اللي عندنا. But the bank failed، ولكن البنك ده خسر. And all the investors lost everything، وكل المستثمرين خسروا كل حاجة. بس الموضوع مش صدفة زي ما قلت لك، لا السبب هو الراجل الرخم ده، الحرامي ده، النصاب ده، هيب ده، هو السبب. دلوقتي مش واضح الموضوع، هيوضح بعدين. فطبعا ديفيد قال I must do something، لازم اتصرف. فان بيتسي قالت what؟ هتعمل ايه يعني؟ go to sea or join the army، هتروح البحر او تروح الجيش. I won't hear of it، انا لن اسمع ذلك. you are going to finish your studies، انت هتخلص دراستك وهتصبح براكتر and then perhaps a lawyer، وبعدها ممكن انت تصبح محامي. فانت لا، انت خلص الشغلات بتاعتك وانت تخلص تدريب
وبعدها بعد ما تبقى براكتر ممكن كمان تبقى محامي ودافع عن الناس. سيبك من ايه الكلام اللي بيحصل ده. All this time Agnes had been listening pale and faithless. الوقت ده كله Agnes تسمع الكلام وهي وشها مخطوف مش قادرة تتنفس. Finally she spoke. وبعد بدأت تتكلم. Perhaps David you could continue your training and work in your free time. فقالت لي يا ديفيد فممكن تكمل شغل، ممكن تكمل تدريب وتشتغل في وقت الفراغ. I know that your old favorite teacher Dr. Strong. أنا عرفت إن دكتور سترونج المدرس اللي كان في مدرسة دكتور سترونج هاوس المدرسة الثانية is in London and now he's looking for a secretary to help him on the dictionary he's still running writing. فبتقول أنا عارف إن هو في لندن بيدور على سكرتير أو سكرتيرة عشان يساعده في القاموس اللي هو شغال فيه. Would you mind that work؟ هل تمانع في هذا العمل؟ طبعا الراجل ده من ساعة ما اتولد هو بيشتغل في القاموس، يعني راجل مش تعرف خالص قاموس ده امتى، فهو راجل عاجز خلاص والموضوع بالنسبه له مش هيعرف هيخلص امتى القاموس ده. فماشي بدأ يدور على سكرتير يساعده في انهاءه لذلك القاموس. فديفيد قال لها دير اجنس عزيزتي اجنس مايند وات وود اي دو وذاوت يو. قال لها امانع اعمل ايه من غيرك. طبعا هو بيقول لها يعني ان هو ممتن ليها يعني. You were always my good angel. أنت دايما كنت الملاك الجيد بتاعي. هو بيحبها كصداقة زي احنا عارفين. فهي قالت له لا دورا is your good angel now. قالت لا دورا دلوقتي هي الملاك الحارس بتاعك أو الملاك الجيد بتاعك. She reminded me with a laugh. وهي بتضحك. How delighted I was with the idea of earning my own money. فأقول أنا كنت مبسوط إن أنا هكسب فلوسي بنفسي. And I immediately wrote to Dr. Strong. فعلا كتبت لدكتور سترونج asking for an appointment. أطلب منه معاد. The next day I went to call upon Dr. Strong. I found him walking in his garden. رحت له فعلا لقيته بيمشي في الحديقة بتاعته. فقال واي كوبرفيلد. طبعا احنا عرفنا خلاص كلمة واي دي قلنا بتتقال لما يكون واحد بيقول ياه عرفته، بس دي ايام ده اولد انجلش شوية. راح تقول ياه كوبرفيلد، هي دي ياه اللي هي بتقل التعجب شوية او الاستغراب شوية. قول ياه كوبرفيلد يو ار أمان، أنت كبرت دلوقتي، بقيت راجل. After we chatted for a while about family and old friends، كنا بعض بقى عن العيلة والأصدقاء، he became serious. You are a fine student. بدأ يقول لي أنت كنت طالب جيد جدا يا كوبرفيلد. You are qualified for many things. أنت مؤهل لحاجات كتير جدا. Why would you want to take such an important job as my secretary؟ ليه تقبل وظيفة غير مهمة؟ مثل وظيفة السكرتير بتاعي. أنا راجل غريب، حد بصوا راجل راجل بقاله كتير جدا بيعمل في القاموس بتاعه ورقة ومتنطر في كل حتة وتحس القاموس ده مش هيخلص. It only pays 70 pounds a year. هل الوظيفة دي أنا هدفع لها 70 جنيه في السنة؟ What؟ 70 جنيه في السنة اللي هو رقم صغير. مستر لو سمحت، المفروض الستوري امريكان او بريطانيا، ايه دخل الجنيه في بريطانيا؟ الباوندز العملة الأيام زمان كان الباوند كان انجليزي، كان الجنيه الإنجليزي أو الجنيه الاسترليني تقريبا، بس دلوقتي ما بقاش تقريبا مستقر. بس في قصص كتير بتاعت أيام زمان كان معظم القصص كان بيتكلم عن الباوند. الباوند كان عملة أيام زمان، عملة إنجليزية جنيه استرليني تقريبا، فدي كان عملة مستخدمة أيام زمان في إنجلترا. هو بيقول حوالي 70 جنيه في السنة رقم صغير جدا. It would double. وطبعا حتى أيام زمان رقم صغير، حتى أيام زمان في السنة متخيل في السنة هياخد 70، حاجة قليلة جدا. It would double our income. I replied. فأنا قلت له ما تقلقش احنا هنحاول نضاعف الدخل بتاعنا. And I could go with my studies while working for you in my free time. وأنا هكمل دراسة وهكمل شغل برضه في وقت الفراغ. فالطبيب قال له All right حسنا. But you must promise that if you find a better job you will take it. قال له بس وعدني لو لقيت وظيفة جيدة تقبلها. قال له On my word sir لك كلمتي يا سيدي. فرد عليه وقال له Fine fine said the doctor we arrived that we arranged that I would work 2 hours every morning. قلت له خلاص هشتغل ساعتين كل يوم الصبح
3 ساعات في الليل، يعني يشتغل المجموع 5 ساعات في اليوم except on Saturdays and Sundays، ما عدا سبت وحد، ده هيكون ريست، هيكون راحة. So I began my busy schedule، بدأت بقى الجدول بتاعي المشغول. up at 5 in the morning، الساعة 5 الصبح، and home at 9 or 10، وهرجع الساعة 9 أو 10 at night في الليل. Mr. Dick had begun to fret because he felt useless and couldn't help Aunt Betsy. Mr. Dick بدأ يشعر بالتعاسة، باليأس. ليه؟ بدأ يحس إن هو ملوش فايدة بالنسبة لأنت بيتسي. I then recalled my old friend Tommy Traddles، فأنا رحت أو افتكرت صديقي Tommy Traddles and thought perhaps he might have some idea or business connection to Mr. Dick. قلت لترادلز صديقي، إيه رأيك يا ترادلز شوف لي شغل لواحد اسمه مستر ديك، واحد من قرايبي. وترادلز فعلا لقي فعلا ده شغل. He himself would be able to use Mr. Dick who wrote with extraordinary needs. الراجل ده كان عنده موهبة كويسة جدا، كان بيكتب بطريقة منظمة ومنمقة جدا، كان طريقته في الكتابة خطه جميل جدا ومنظم جدا. فهو قال له خلاص انت تجيبه لي، وهيعمل كوبينج، هيعمل نسخ للليجال دوكيمنتس، لأي وثائق رسمية هو هينقلها. And he even had a suggestion for me، وقال لي عندي اقتراح ليك انت كمان. He said that if I could learn shorthand I'd be able to get a job reporting the debates in parliament for the newspaper. قال كمان لو انت تعلمت تكتب حاجات قصيرة كده او مقالات قصيرة انت هتكون ليك وظيفة عندي، انت تكتب المناظرات اللي بتحدث في البرلمان وتكتبها في الجرايد، تبقى حاجة مهمة جدا والجرايد بتعوز الحاجات دي. ماشي، يبقى ليه كده وظيفة، حاجة لديفيد وحاجة لمستر ديك، ان هو يعمل ايه؟ copying legal documents. During our visit Traddles had other news for me. Traddles كان عنده كمان حاجة لي او بعض الاخبار لي. It was a letter from our old friend Mr. McIver. كان جايب جواب من مستر ماكوبر، اللي هو الشخص اللي كان ديفيد وترادلز كان قعدوا عنده قبل كده، الراجل الفقير اللي كان ورث فلوس من قريب استراليا ده لو فاكرين. هو مش اللي ترادلز هاد اتسجن، بين ايه؟ مش اللي اتسجن هو وعيلته. ايوه بالظبط كده. هوم ترادلز هاد بين هيلبينج وذ سيفرال لونز اوف ماني. طبعا ترادلز كان بيساعد ماكوبر ده مع بعض الديون اللي عليه. مستر ماكوبر روت ذات he now had a job in Canterbury. الراجل ده قال انا عندي دلوقتي وظيفه في كانتربري، working as a confidential law clerk، شغال موظف قانوني سري. to Uriah Heep، ليوريا هيب. I sat amazed and bewildered، فانا كنت كده مندهش وقلقان. for I didn't trust Uriah Heep، انا اصلا مش واثق في يوريا هيب. ويوريا هيب مشغل مع واحد موظف قانوني سري وخاص، والراجل ده بعت لنا جواب، بتربع تاني جواب عاوز مننا ايه؟ ده ان شاء الله هنعرفه في الحصة اللي جاية. كده بننتهي من تشابتر 10، فاضل اخر تشابتر اللي هو اخر حاجة في الترم الاول اللي هو تشابتر 11. ده ان شاء الله هيكون الحصة الجاية، يعني الحصة الجاية هنخلص ان شاء الله القصة، وعشان بقى نبدأ نسمعها براحتنا، ناخد فصل بفصل كده براحتنا. نشوف احنا كنا واقفين عند السادس تقريبا في التسميع، تقريبا انا كاتب عندي اخر حاجة كان السادس. خلاص فالمفروض ان انت بقى ايه النهاردة هتسمع الفصل السابع او الحصة الجاية ان شاء الله، هيكون الملف ده الموجود على الجروب، هتسمع فيه chapter 7 عشان برضو مش نركنها او ننسى الفصول. لكن كده بننتهي من، هبعت لك الفصل السابع، هيكون عندك تقريبا 19 سؤال، هيكون عندك 19 سؤال على الفصل السابع، ده تسمعه المرة الجاية. حد عنده أي سؤال يا شباب؟ لا يا مستر، شكرا لحضرتك. العفو، أشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله. سلام. إن شاء الله.